خلال الفترة الماضية كان من الصعب زيارة أي دولة بسبب جائحة كوفيد 19، خصوصا من شهر مارس فما فوق حتى الآن. وكان لدي خطة لإكمال زيارة الدول للتعرف على الواقع، التحديات التي تواجه هذه الدول، حجم الاحتياجات، كذلك لقاء المسؤولين، التعرف على أنشطة منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع المنظمات الأممية الأخرى والشركاء. فولله الحمد تمكننا من تنفيذ زيارة إلى سوريا بعد انقطاع دام تقريبا 8 أشهر، من أجل التعرف على كما ذكرت لك يعني حجم التحديات التي يواجهها النظام الصحي في سوريا، الوقوف على الاحتياجات الأساسية، موقع وموقف منظمة الصحة العالمية في الوقوف مع النظام الصحي لمجابهة هذه التحديات. فخلال الزيارة ولله الحمد يعني إلى سوريا منذ اليوم الأول تمكننا من لقاء المسؤولين والقيادات بمختلف مستوياتها، وخصوصا القيادات الصحية، القيادات الأكاديمية. قمنا بزيارة العديد من المؤسسات الصحية في دمشق، وقمنا بزيارة حمص وحماة، وكذلك لقاء المسؤولين في هذه المحافظتين وزيارة المؤسسات الصحية. التقينا خلال هذه الزيارات المؤسسات الصحية بالطاقم الصحي بمختلف مستوياته وتخصصاته، التقينا بمجموعة من المرضى وأهالي المرضى، وكذلك التقينا بالشركاء من المنظمات الأممية والمنظمات والهيئات غير الأممية في سوريا. خلال زياراتي يعني رجعت من هناك بروح إيجابية عالية، على الرغم من الألم الذي فعلا يعني ليس يعني أنا فقط، كل زملائي الذين كانوا معي في الرحلة أحسسنا به بعد رؤية الدمار الذي تعرضت له يعني المناطق التي كانت تحت النزاع المسلح، سواء مؤسسات صحية أو مناطق أخرى. لكن وجدت أنه فعلا يعني العاملين الصحيين بمختلف مستوياتهم لديهم الروح الإيجابية، لديهم الرغبة الأكيدة لإعادة بناء النظام الصحي في سوريا على الرغم من شح الموارد سواء المادية أو البشرية. التقينا بالطلبة الدارسين والمتدربين في جامعة دمشق وكلية الطب، لمسنا فيهم التفاؤل والأمل الذي يعني بكل وضوح نرى في وجوههم من حيث إنهاء دراستهم والحصول على العلم والمعرفة اللازمة لإعادة بناء النظام الصحي وخدمة أهاليهم. التقينا كذلك بمجموعة من المرضى وأقارب المرضى، ولا أنسى لقائي مع الطفل جعفر ذي 6 سنوات وهو يقوم بغسيل الكلى 3 مرات في الأسبوع. طبعا هذه الحالة، طبعا علينا جميعا أن نقف مع جعفر وأمثال جعفر وبقية المحتاجين للخدمات الصحية. سمعت قصة امرأة تعيل أبناء فاقدي البصر، وهي تعاني من انسداد في الشرايين، ولم تتمكن الفترة الماضية من إجراء العملية بسبب التكلفة العالية، ولكن ولله الحمد بدعم من منظمة الصحة العالمية وبقية الشركاء تمكنت من إجراء هذه العملية في سوريا، وتمكنت من استعادة طاقتها ونشاطها وخدمة أبنائها. فهذا مثال آخر يعني حي يرسل رسالة للجميع في مختلف بقاع العالم لدعم المحتاجين سواء في سوريا أو غير سوريا. التقيت بالوالد ذو 63 سنة، وتجاذبت معه الحديث حول الأمراض التي يعاني منها والأدوية التي يستخدمها وعدم توفر هذه الأدوية لمدة 3 أشهر، على الرغم من أن ولله الحمد يعني النظام الصحي هنا في سوريا يوفر هذه الأدوية مجانا وبدون أي تكلفة، ولكن تألمت كثيرا. سوريا كانت من الدول المصدرة للأدوية، كانت تغطي تقريبا نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلية وتصدر الباقي. الآن نزلت هذه النسبة إلى أقل مستوى وتعاني من شحف الأدوية، وذلك لعدة أسباب، ومن ضمنها طبعا يعني الضغوطات الاقتصادية التي تمر بها البلد. فتألمت كثيرا لما أخبرني عدم توفر أدوية الضغط لمدة 3 أشهر، وهذا طبعا شيء محزن جدا. يعني نحن من جانب آخر كمنظمة ندعو إلى يعني رفع المعاناة وتعزيز الصحة ومكافحة الأمراض بمختلف أنواع وخصوصا الأمراض غير سارية، ولكن في الجانب الآخر نواجه تحدي بهذا الحجم وبهذا العمق من حيث عدم توفر الأدوية لأسباب
قد تكون سهلة التعامل معها وسهلة التخلص منها، ولكن شيء مؤلم أننا يعني نرى مثل هذه الأمثلة، وأنا على يقين أنه هناك الكثير من الأشخاص الذين يعانون من نفس المشكلة، فعلينا جميعا أن نتعاون لإنهاء هذه المعاناة لأهالينا في سوريا أو في إقليم شرق المتوسط أو في جميع بقاع العالم التي تعاني من نفس الأزمات. خلال الزيارة كذلك التقينا بمعالي رئيس مجلس الشعب السوري، والتقينا بعدد من النواب. خلال اللقاء كان في نقاش على مختلف الجوانب ذات العلاقة، ومن منطلق طبعا رؤية الإقليم الصحة للجميع وبالجميع، وهي دعوة للعمل والتضامن. تم عقد ورشة عمل بحضور رئيس وزير الصحة معالي الدكتور وزير الصحة وعدد كبير جدا من أعضاء البرلمان أو أعضاء مجلس الشعب، وتم خلال الجلسة نقاش حول التغطية الصحية الشاملة، وتلا ذلك يعني تجاذب الكثير من الآراء والأفكار بما يخدم النظام الصحي في سوريا، من حيث كما ذكرت الصحة للجميع وبالجميع، والكل أجمع أن الصحة هي ليست فقط مسؤولية وزارة الصحة، بينما هي مسؤولية جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية وجميع المواطنين بمختلف مستوياتهم. وتطرقنا إلى مختلف الجوانب التي يعني تخدم عمل الإقليم ورؤية الإقليم، على سبيل المثال من حيث التشريعات وسن القوانين كمكافحة التبغ والتدخين، كمكافحة الأمراض الغير السارية، يعني التقليل من الحوادث السيارات وكذلك الإصابات والوفيات الناجمة عنها. قمنا بزيارة مركز الدراسات الاستراتيجية أو المركز الدراسات الاستراتيجية الصحية في دمشق، وهذا هو أحد المراكز المعروفة في الإقليم، وقام بتخريج مجموعة كبيرة جدا من القيادات الصحية في مختلف المجالات، وكان في تعاون شديد جدا مع الاتحاد الأوروبي وجامعة ليفربول. فنسعى في منظمة الصحة العالمية إقليم شرق المتوسط لإحياء هذا المركز وجعله يعني منارة في ليس فقط في سوريا ولكن للإقليم والعالم أجمع بإذن الله، ولديهم الإمكانات، وهذه يعني مهمة رجعنا منها بسوريا لتنفيذها بإذن الله. في المناطق التي لا يعني تقع تحت سيطرة الحكومة نعمل على عدة اتجاهات، من ضمنها اتجاه مع الحكومة نفسها من حيث تسهيل الوصول إلى هذه المناطق عن طريق المداخل من داخل الدولة نفسها من داخل سوريا، ولله الحمد يعني قطعنا أشواط طيبة في هذا المجال، ولا زال يعني قائم النقاش حول هذا الموضوع. الجانب الآخر نتعاون مع المنظمات الأممية والدول الداعمة في يعني تأكيد الوصول لهذه المناطق من خلال الحدود من الدول المجاورة، وهناك اتفاقات ونقاشات حول هذا الموضوع، وبإذن الله يعني نسعى إلى تعزيز تواجد المنظمة والمنظمات الأممية الأخرى التي تخدم المجالات الصحية والمجالات المختلفة لخدمة هؤلاء السكان في هذه المناطق. كما هو معروف يعني كل دول العالم تواجه مشكلة في التعامل مع كوفيد-19 من حيث توفر يعني المعينات المخبرية واستراتيجية الفحص والتتبع سواء المخالطين والعزل، أو هذه التحديات هي أكبر في الدول التي تعاني من صراعات وعدم استقرار وضغوطات اقتصادية وسياسية. سوريا من ضمن هذه الدول ومن ضمن فئة هذه الدول، ولكن يعني منذ اليوم الأول منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي بالتعاون مع المكتب القطري تمكننا ولله الحمد من توفير الأساسيات للتعامل مع هذه الجائحة، بدءا من الفحوصات المختبرية والأجهزة والمعدات والتدريب، إلى الحماية الشخصية للعاملين الصحيين، إلى الاحتياجات الأخرى كأدوية على سبيل المثال التي تمكن النظام الصحي في سوريا من التعامل مع هذه المرض. لا زال هناك المزيد من العمل علينا أن نبذله بسبب يعني شح الموارد على مستوى العالم، ولكن على مستوى الدول التي تعاني من هذه الأزمات. التقينا بالأكاديميين وكذلك الطلبة الدارسين في كلية الطب بمختلف مستوياتهم والأطباء المتدربين، خلال نقاشنا معهم يعني شاركونا حجم التحديات التي يواجهونها كطلبة ومتدربين، من حيث توفر الأجهزة والمعدات اللازمة لتدريبهم، من حيث توفر الطاقم الأكاديمي
يعني المتميز ولله الحمد في سوريا، ذو الخبرة العريضة في مجالات مختلفة من الصحة سواء على مستوى سوريا أو على مستوى الإقليم أو مستوى العالم. على الرغم من يعني مشاركتهم لنا بحجم التحديات التي واجهنا، لكن ولله الحمد يعني لمسنا مثل ما ذكرت سابقا يعني روح التفاؤل والروح الإيجابية والأمل الذي يرتسم على وجوههم لإنهاء دراستهم بكل ثقة، والانضمام إلى مختلف العاملين في النظام الصحي في سوريا وخدمة أهاليهم. علينا أن نستغل كل ثانية من ثواني حياتنا لخدمة أهلنا في الإقليم وخارج الإقليم، لأنه فعلا حجم المعاناة كبير جدا، وعلينا أن نألو جهدا إلا في خدمة أهلنا في الإقليم بكل ما تعنيه الكلمة، وبإذن الله سننجح وسنجني ثمرة هذا الجهد في القريب العاجل يعني.